ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل. نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله يكرمك الله يزيدك الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. صلوا على رسول الله عليه لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي الله يزيدك من نعم الله. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اللهم زيدك من فضلك. وتفقد الطير فقال ما لي لا فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. إني
عليك يا شيخ عبد الله. سبحان من هذا كلامه. Thank you.
الله يعزك في الدنيا وفي الاخره، الله يكرمك. قول لنا الله يا رب العالمين. وحدوه
قبل أن تقوم من
عليك يا شيخ عبد الباسط. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. وإني عليه لقوي أمين. الله يقوي إيمانك يا رب العالمين. الله يطول لنا عمرك.
قيل لها ادخل الصرح Ah!
اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. أيوة يا سيدي. الله يعزك. الله يكرمك. عليه الصلاة والسلام. الله يزيدك من فضله. نعم الله يقويك. صلوا على رسول الله. الجبار المتكبر سبحانه.
عليك يا شيخ عمرو الباصر، الله يكرمك. اللهم ارحم صاحب هذا المسجد، الله يكرمك. له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، جل قدرته وجل عظمته. يسبح له ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الله يقوي إيمانك، الله يرضى عليك يا شيخ عبد الباسط في الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وأذنت لربها وحقت. نعم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله يزيدك من نعيم الله، الله يكرمك في الدنيا وفي الاخره. عليه الصلاه والسلام. الله يرضى عليك يا شيخ عبد الباسط. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو يا رب العالمين. إنه كان في أهله مسرورا. لتركبن طبقا عن طبق.
اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. فما لهم لا يؤمنون. لا حول ولا قوة الا بالله. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لا إله إلا الله. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يزيدك من نعم الله. لا إله إلا الله. فلينظر الإنسان مما خلق. لا إله إلا هو. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يزيدك. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم.
يحملهم رويدا. الله يفتح عليك، الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله، الله يزيدك، اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة. وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم الفاتحة.